سيدنا الله ينصرو دعا في الخطابات ديالو لأهمية الاستثمار والأهمية ديال تبسيط ورقمنة مصادر الاستثمار. تنفيذا لهذه التوجيهات، خدمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع المراكز الجهوية ديال الاستثمار باش نحدوا شنو هما المصادر اللي تحتاجوها المستثمرين أكثر. صنعنا 22 مصدرة وخدمنا على التبسيط ديالها، وقدرنا نقصوا 45% ديال الوثائق اللي تيطلبوا المستثمرين فاش تيجيو يستثمروا، يعني على انه المجهود اللي تيقوم به المستثمر غادي ينقص بالنص بالمعدل. هذا اجراء مهم جدا، دونك خدمنا مع المراكز الجهويه للاستثمار باش هذا الشيء يكون يدخل في لا بلاتفورم سيري انفست باش هذا الشيء يسهل العمليه على المستثمرين. ومشينا اكثر من هذا الشيء، هو جينا اليوم في المنطقه الشرقيه باش نديرو تكوينات وتحسيسات للموظفين اللي خدامين في الجهه باش يعرفوا بهاد التبسيطات اللي درنا، وباش يحسنوا الحياه على المستثمرين باش يكون وقع في على ارض الواقع. غنديرو انطلاقه اليوم من الجهه الشرقيه، لان واحد الجهه تعطيها سيدنا الله ينصرو واحد الاهميه كبيره، والمركز الجهوي ديال الاستثمار ديالها دار مجهودات كبيره في هذا المجال، ولكن من بعد راه غيكونوا جولات في جميع جهات المملكه. هذا الشيء اللي تنديروه غادي يدخل في حيز التنفيذ في سنه 2023 ان شاء الله. يدخل هذا اللقاء في اطار الجوله التحسيسيه التي تقوم بها السيده الوزيره وكذا فرق من وزاره الداخليه للتحسيس حول المجهودات المبذوله في اطار تبسيط المصادر المتعلقه بالملفات الاستثماريه التي يتم معالجتها داخل اللجان الجهويه للاستثمار. وهذا اللقاء ياتي كتكريس لمجموعه من الاجتماعات التي قامت بها الوزاره المعنيه وكذا وزاره الداخليه ومجموعه من الفرقاء من وزارة من اجل تقليص عدد الوثائق المطلوبه في الملفات الاستثماريه، وتقليص كذلك اجلها ورقمنتها عبر البوابه الرقميه سيري انفست.